السلام عليكم. عارف ان الموضوع الخاص بقصتي منتشر بصورة تؤلم جدا على الاقل بالنسبة لي، لسه بيحصل فيها زي ما حصل لي من 32 سنة. يمكن لما حصل لي كده كانت الحياة بطيئة شوية عن دلوقتي، والحياة كانت خاصة شوية بسبب تغول السوشيال ميديا في حياة الغالبية. فانا قلت استغل الفرصة دي عن طريق شخص اثق فيه ومنتشر بين الناس بسيرة طيبة، إن هو يوصل رسالتي. المهم إن لما ربنا كرمني ولحقت بدار رعاية اللي أنا كنت فيها، واللي من ضمن أسمائها ملجأ، كنت محظوظ بالناس اللي كانوا مسؤولين عني، سواء العاملين من أمهات أو إداريين، كانوا فعلا بيتعاملوا معانا كأبناء ليهم. يعني اللي بنقول له يا بابا كان يستحق نقول له يا بابا، نقول لها يا ماما كانت تستحق نقول لها يا ماما. لوقتنا هذا من الأحياء منهم أو اللي توفوا منهم، يعني في التواصل بنحدثهم بسيرة أو بلقب ماما أو بابا. بالنسبة لي أسوأ الحياة بدأت مع كلمة ملجأ على مستوى المدرسة بشكل يومي. لما كان مسؤول عننا كان بيجي ياخدني أنا وإخواتي، كان معايا كذا واحد من إخواتي في نفس المرحلة الدراسية، ويتقال بتوع الملجأ يلا عشان تروحوا. فبتحس إنك أنت طفل في تانية ابتدائي وكل 30 طالب اللي في الفصل عارفين إن أنت أبوك ميت وأمك ميتة أو مش موجودين، مفيش أهل يعني. وبدأ استيعاب إن مفيش أب وأم حقيقيين موجودين في حياتي زي كل الناس. لأن أنا وإخواتي كنا 11 في الفترة دي، فكنا إحنا 11 إخوات لينا كذا أب وكذا أم. مع التقدم في السن وحدوث تعامل مباشر مع أعضاء الجمعية، هم أعضاء من الجمعية العمومية يعني، بدأ يحصل تجاوز في حقنا أنا وأخواتي منهم. وكان التجاوز ده ممكن يكون جسدي أو يكون لفظي. التجاوز الجسدي وإن كان مؤلم في لحظته، لكن هو ما عاش معانا يعني، ما بفتكروش قوي يعني. لكن التجاوز اللفظي كان أثره النفسي أصعب بكتير. يمكن مش هبالغ لو قلت إن الأثر ده من ساعتها لحد دلوقتي، لحد ما بقى عندي 34 سنة. وممكن يكون هو ده الدافع الأكبر لفكرة بداية البحث عن أهلي. لما أسيم نزل المنشور الخاص بيه، كتير من الناس علقت تعليقات جميلة سواء على مستوى الدعاء أو إن ربنا يلطف بقلبي، وناس كتير سألت هو لسه فاكر يدور أصلا. هو فعلا بالمنطق أنا ما ينفعش أدور أو ملوش لزوم أدور يعني، المسافة بعيدة وما بقاش فيه الاحتياج العظيم اللي بيحتاجه الطفل من حماية أبوه وأمه ليه في فترة ما يعني. لأن احتياج وجودهم في حياتي في مرحلة الحماية اللي بيفرضها وجود أب وأم في حياة الطفل، أنا تخطيته خلاص. يمكن اللي حركني وخلاني أكرر عملية البحث بس المرة دي عن طريق السوشيال ميديا، هو الأثر النفسي اللي حصل لي من التجاوز اللفظي اللي حصل. إن أنا لازم أوصل لأبويا وأمي إذا كانوا عايشين أو إذا كنت أنا ابنهم بصورة حقيقية يعني. وردا على الناس اللي كتبت إن أنا أنشر اسمي مثلا أو أنشر صورتي وأنا كبير في مرحلتي العمرية الحالية يعني، يمكن التوجه يعني أو أوجه الشبه اللي بيني وبين والدي مثلا أو أي حد من أسرتي يبقى يعني يكون سبب في إن أنا أوصل لهم يعني. ده للأسف مش حقيقي، لأن أنا شكلا شبه ناس كتير، لعيبة كورة مشهورة وشخصيات سياسية، شبه ناس مش عمري ما قابلتهم في حياتي وصحابي يعني، عرفتهم عن طريق السوشيال ميديا. شبهي بالاسم اللي أنا اتسميت بيه،
وشبهي كمان على مستوى الشكل، لكنهم مش أهلي يعني. فللأسف الاسم كمنه الرباعي موضوع من قبل الدولة يعني في محاضر التسليم، وبرضو تاريخ الميلاد. فأنا للأسف ما عنديش أي وسيلة أو خيط بداية أبدأ بيه إلا المحضر اللي اتعمل لي في ساعة ما لقوني وودوني الاسم اللي تابع للمنطقة، كانت منطقة شبرا مصرية. فالمحضر ده بيتحط في الملف الخاص بيا، وهو للأسف أنا ممنوع من الاطلاع عليه، أنا أو أي حد في نفس ظروفي يعني، عشان ما نتأثرش نفسيا يعني، أو الأثر النفسي يكون مؤلم بالنسبة لنا يعني. لو كان الأمر متعلق بأن ما كانش فيه أسرة كاملة، أو ما كانش فيه أسرة حقيقية يعني، أو لأن إحنا ما نوصلش لحاجة. هي المشكلة كلها في الأمل اللي بيزور البني آدم من فترة للتانية، بيخليه عايز يطور وعايز يوصل عشان ما يحسش لحظة ان هو ابن حرام يعني. وبرضو حابب اشكر الناس اللي كانت لطيفة معايا في حياتي على مستوى التربية ومستوى النصح يعني، سواء كانوا العاملين في المكان اللي انا كنت فيه، الامهات كلهم والمشرفين الرجال. وحابب اشكر صحابي اللي دايما بقول عنهم ان انا صحابي اهلي، لان هما فعلا كانوا اهلي وكان اهلهم اهلي. الحمد لله ان ربنا كرمني بيهم في حياتي، لان هما سهلوا عليا كتير اوي في حياتي انا ما كنتش اقدر اتخطاها من غيرهم يعني. صحابي اللي هم عارفين ظروفي من الالف للياء، والحمد لله ما تغيروش معايا وما تغيروش عليا لما عرفوا ظروفي يعني. فحابب اشكر اي حد بيتمنى لي الخير، او ان انا اوصل ليهم اسرتي يعني، او بيدعي لي، وربنا يسهل للي بيتمنى لي عكس ده يعني، عشان كان في حد دعا يعني، بس مش مشكلة. وشكرا لحضرتك.